صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم ثلاثه لسنه 2022 بتعيين مديرين في وزاره النفط جاء في الماده الاولى يعين في وزاره النفط كل من السيد عز احمد علي المناعي مديرا لاداره السياسات والتخطيط الاستراتيجي السيد عدنان سعيد محمد المخرج مديرا لاداره الرقابه والترخيص